السلام عليكم، متابعي قناة دنيا معلومة. في فيديو جديد، موضوع هذا الفيديو هو ما هي الجمل التي تعبر عن القانون العلمي. طبعا لا تنسوا طرح أسئلتكم وسنجيبكم عليها، وكذلك جميع أسئلة القناة التي أجبنا عليها توجد برابط بالوصف. وطبعا عند الدخول إلى الرابط الذي وضعناه بالوصف ستجد العنوان ما هي الجمل التي تعبر عن القانون العلمي. ستضغط عليها، ستظهر لك هذه الجمل التي تبحث عنها. طبعا وصف القانون العلمي أنه علاقة الطبيعة والخالق تدعمها بكامل تجارب علمية. يمكن أن تقرأ هذه المعلومات.